من بعد وصول نارين بيوتي للأردن قبل يومين وتواجد قمر الطائي هناك أيضا من قبل فترة، والجمهور ينتظر لقائهم ببعض وإلحاحهم على ذلك ليجتمعوا مبارحة مع بعض بحفل جيسون ديرولو اللي أقيم بالأردن برفقة عمر حميدات، إلا أنه ما شفناهم مع بعض نهائيا من خلال الاستوريهات، رغم أنه علاقتهم جيدة وما جمعهم خلاف سابقا، ورغم أنهم كانوا كتير قراب من بعض بالحفل. فهل حبوا يخلوا لقائهم بعيد عن الأضواء والتصوير بنظركم؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. جايز اليوم ضبطتكم، ضبطوني فيديو يوتيوب وبوست وتيك توك، عيد تفاعل على كل شيء وتفاعل حلو حتى أظل يجي مضبطتكم. وهسا نزلتكم من فيديو تيك توك، هذا الرابط مالته، وإذا ما حطيتوا لايك على البوست حطوا وشوفوا فيديو اليوتيوب، ضبطوني. أوكي جايز، سو نازلين لحتى نلق التين في بيت رفقاتي شجر التين. آخر مرة لقيت التين كان عمري 12 سنة بالضيعة.